قال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إما النصر على الأعداء أو أن تغنموا الغنيمة التي مع أبي سفيان وغيره، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تريدونها سهلة، تريدون غنيمة سهلة بدون حرب، تريدون الاستيلاء على التجارات بدون حرب، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. في أننا قد نحب أشياء ولكن الخير في غيرها، والنصوص صريحة في ذلك. قال الله تعالى: فإن كرهتموهن في شأن النساء فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا، عسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم، وعسى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد قال الله في حديثة الإفك: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قال تعالى في كتابه الكريم: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فقد يكون لنا اختيار، واختيار ربنا لنا أفضل من اختيارنا لأنفسنا.